الحصة السابعة وهي السقوط الحر. طبعاً قبل ما نبدأ أود أن أشكر كل من ساهم في هذا العمل المتواضع. زملائي يساعدون في تسجيل التجربة. التجربة سجلت من طرف سيد بوبي وربح مفتش التربية الوطنية وبرنت عبد النور أستاذ مكوي. طبعاً نتقدم كذلك بكل العرفان والامتنان لكل الزملاء على تعليقاتهم في صفحة الفيسبوك أو اللي خلتنا نستمر في هذا العمل. أما نبدأ نحكي على حالة خاصة اللي من السقوط في الهواء هي لنا السقوط الحر. أولاً راحين نشوفوا تجربة الدور الفيزياء دوماً دور تبدأ بجام تجريبي ثم تصديق نظري. نبدأ الدراسة الجيدية للسقوط الحر. ولا هنا شاب مثلكم بيرسل شاب في التجربة في قسم الأقسام ثانوية ثانوية من الوطن. هذه الكورية يعتبرها الشاب. نذكر أن التجربة تمت في ثانوية الوالي بوذي. يترك الكرة هذه. طبعا راحين نديروا الصوره صوروها بالبورتال ثم اعود جلست بواسطه برمجيه خاصه. هذا المسطره جعلت باش يكون عندنا سلم. سلم باش نديروا سلم راسي كيفاش تكسر بياخذ. يترك الجسم او الكره. وطبعا هنا هذا مختلف الصور التي توقفت اثناء سقوط هذه الكره. عرفت منها من بعد منها نقطه مواضع مختلفه. هذا هو التصوير المتعاقب. الان رحيم لاول نظره لك نظره تقريبيه لك لاحظوا بلي طبعا المسافات هنا صغيره ومن بعد تزيد 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 الى اخره. لاحظوا سنرى ما عندنا واش تراه كان زاد ولا استمرت بسرعه زاد. نعرفوها في برمجيه لافيستا. هاي لافيستا معالجه بلافيستا. طبعا هنا حدوا المواضع في لحظات زمنيه معينه. هنا الاولى هنا الموضع الاول هنا فوق هنا الموضع الثاني هنا ثم الثالث الرابع الى اخره. هذه المواضع تاع الكره سجلت في لحظات زمنيه متساويه من 1-2 من 2-3 و 3-4 كلها مجالات زمنيه نرمز لها طو وهي متساويه. هذا هو التصوير المتعاقب والبرمجيه اللي استعملناها لنا برمجيه لافيستا. اول ملاحظه ناخذها هنا واضح جليا ان المسافات قاعده تزيد. زيد 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 زيد. بلانا نقول الحركة تاعي راهي شاقولية مستقيمة متساوية. لو يطلب مني طبعا نذكركم شوية ممكن جدا نتعرض لها من بعد المواضيع. لو يطلب مني حساب السرعة في موضع معين مثلا يحسب لي يقول لي نحسب السرعة في موضع ثلاثة. الموضع رقم ثلاثة نحسب السرعة. نذكركم كما درتم في السنة الثانية السنة الأولى السرعة في موضع ثلاثة تساوي من نور منا لهنا المسافة هذه آن 2 حتى آن 4 تقيسها تقيسها هذه المسافة ونضرب في السلم السلم الرسمي عندنا على 2 طول. هذا باش نحسب السرعة في الموضع ثلاثة. لو نحسب السرعة في الموضع خمسة أربعة خمسة عندما خلي واحد شوفوا موضع خمسة آم أربعة آم ستة على اثنين إلى آخره. في الموضع أربعة إذا حبينا آم ثلاثة آم خمسة على اثنين طول. هاي باش نضرب الكل ما تقولش على ما درناش هذه آم ثلاثة آم خمسة على اثنين طول إلى آخره. في خمسة آم أربعة على آم أربعة آم ستة على اثنين طول. وهنا نشوفوا القيم تاع السرعة كيفاه قاعدة تزيد. نشوفوا لكن ومن بعد نوصلوا للمنحنى تاع السرعة.
لقينا السرعه مستقيم كما هكا. طبعا ما دام تورك دون سرعه ابتدائيه تندم. لقينا السرعه بدل الزمن عباره عن مستقيم يمر من المادة، راح نستنتج الميل اللي هو ا اللي هو دي معنى دي تي. ها ما دام الميل ثابت، الميل ثابت دونك الحركه مستقيمه متسارعه بتدار على متسارعه، لان السرعه تحت والتسارع يكون تاني تحت، الجهه اكبر من السرعه. اذا راح نبداو الحركه متسارعه بانتظام. لكن كيما قبيل كيما هكا كيما في الهواء، نقول ان الحركه متسارعه ثم منتظمه. الله، بعد ما تحسب السرعات، احنا ماناش غادي نحسب السرعات طبعا، راني كنا دور الوقت اللي راح نحكي به، راح نطلب من البرمجيه لافيستال. لافيستال هذه راهي سهلت لنا العمل بطريقه رائعه جدا. راح نقول لها تعطيني السرعات، او على الاقل راح نزيدكم القيم ولا التمثيل الشعاع تاع السرعه. الله اعلم انكم باللي شعاع السرعه اي درسناها ما خصهم لنا من بدايتها. هاي السرعه بعد زيد، السرعه بعد زيد، لاحظوا اللي قاعده تزيد دونك الحركه تاعي راهي متسارعه. يمكن كي تكون عندي البرمجيه دون صور فقط بالبرمجيه تاع بيستاب تقدر تكليكيو في كل وحده تعطيكم القيمه تاع السرعه. الوغ ناتي الى تمثيل او الى شعاع التسارع. نشوفوا هنا بلي شعاع التسارع القيم تاعها جواقي هكا هكا هكا. او طبعا لو كان نسينا السلم تاع الرسم مليح راح نلقاو نفس القيمه هي 10 هي 9.100. نلقاو القيم تاع التسارع ثابته تساوي نفس القيمه ثابته. بيان، اذا لقينا التسارع ثابت، دونك التسارع ثابت موجه نحو الاسفل وقيمته ثابته راح تلقاو تقريبا يساوي جي. التسارع الجاذبيه. ما هي الخلاصه تاعنا؟ الخلاصه ان الحركه راهي طبعا مستقيمه متسارعه بانتظام. المخطع التسارع، المخطع التسارع بدلاله الزمن سيكون مستقيم موازي لمحور الازمنه، قيمته تساوي قيمه الجاذبيه تافل كالجهد. الو، اول خلاصه نستخلصها من هذا الكل، شفنا بلي ا يساوي ثابت، شفنا بلي المسار مستقيم. النتيجه اللي استنتجها ان الحركه مستقيمه متغيره بانتظام. وهنا نطلب من التلاميذ يكونوا اولا عندهم خلفيه نظريه، يكون عندهم العلاقات اللي هزيناها سابقا. احنا طبعا راح نبداو من الصغير ونبداو الداله الاصليه، من التاسع نبداو السرعه، ومن السرعه نبداو الترتيب زاد. لكن رغم هذا نطلب منكم تكونوا على بالكم بالمعادلات. كي تكون عندي حركه مستقيمه متغيره بانتظام، نسمينا المحور تاعنا اللي هو سمينا زاد بريم زاد بين بريم كراك، عندي معادلات نجمع عليها زاد تساوي 1 على 2 ا تي كاري زائد بي زيرو تي زائد زاد زاد. التسارع السرعه الابتدائيه زاد صفر كما اللي في التمرين تاعنا، هذه صفر وهذه صفر، والتسارع تاعنا هو التسارع الجاذبيه، معناها اول معادله راح تحطوها هي زائد يساوي 1 على 2 جي تي مربع. طبعا نروح الى المعادله التانية اللي لازم تحفظوها، عرفنا الاولى، الثانيه معادله السرعه في تساوي ما تكتبش في لي زاد، تكتب في لي زاد في زيرو زاد. في هي المشتقه تاع زاد، يعني مشتقه على تعطي ا تي زائد في زيرو مشتقة تاع تاي واحد وهذا صفر. با كي نعود عندي حركة مستقيمة متغيرة بانتظام اللي يكون في الدين تاعي تاعي زاد يساوي واحد على زيد ا تي كاري زاد بي زيرو زاد زاد بي زيرو تي زاد زاد زيرو، وكي نشتق نلقى في يساوي ا تي هذا يعطينا عندكم 2 على 2 صافي ا تي زاد بي زيرو. هنا في المثال تاعنا في يساوي
ا هاي جاذبية تي والسرعة الفتاية معدومة دونك المنحنية تاع الجرسوش هادو ها زاد يساوي 31 ا تي كاي وفي يساوي جي هذه في الرياضيات تمثل دالة من درجة ثانية دونك المنحنى تاع الطرح مكافي وهذه دالة من درجة أولى مستقيم يمر المبدا مستقيم إذا جي بعيد دالة تجي فنشوفوا ترى هل هذا الشيء اللي متوقعه نلقاه نلقاه هنا في البرمجية الربط من البرمجية الآن روح البرمجية ولا أعطيني كيفاش ستمشي السرعة بدلالة الزمن عفوا من التساوي نبداو شعاع السرعة تساوي السرعة ولا نبداو بتطور شعاع التسارع بدلالة الزمن هنا المنحنى من نرسم لي تسارع ومن هنا الزمن هاي عبارة البرمجية لاحظوا بلي القيم تاع التسارع كلها هذوما القيم تاع التسارع كلمهم مع بعضهم نلقاو مستقيم يمر من المبدا او تسارع بالمتر ثانية اس ناقص مين بدل الزمن لقاو مستقيم يمر من المبدا ما هي الخلاصة تاعنا؟ الخلاصة تاعنا ان الحركة المستقيمة متسارعة بانتظام طبعا باستعمال قيم مضبوطة نلقاو قيمة تساوي 9.100 ولا 10 أو بالتقريب نشوفوا ترى المنحنى الثاني هو منحنى السرعة هذو فاصع عندنا هذا أهو عندنا هذا كامل الآن شغل المخطط تاع السرعة ألو هاي قيم السرعة هاي السرعة في محور التراتين وها محور الزمن واش نلقاو السرعة نلقاو القيم تاع السرعة هنا قيم تاع السرعة راهي جاية وفق دالة خطية إذا معناها السرعة تاعنا هاي في بدالة تي عبارة عن مستقيم يمر من المبدا معادلة من الشكل في إدارة آتي والمي تاعنا راح يكون جي إذا السرعة تاعي في يساوي جي تي إذا نعرف بلي هذا المخطط تاع التسارع المخطط تاع السرعة لازم يدل على أن الحركة المستقيمة متسارعة بانتظام يبقى للمخطط الأخير وهو المخطط تاع التراتيب نسميها مازال أو نسميه إبراك بدلالة الزمن أو الزمن لاحظوا من المخطط تاع التراتيب هذا راهو جاي كيما هكا زاد بدلالة تي هنا كيما هكا وهذا في الرياضيات يعبر عن دالة من الدرجة الثانية إدراك إدالة أي إكس كاري أنا اليوم عندي زاد تاعنا هو أ تي كاري يعني واللي لقينا في المعادلة تاعنا لازم نجي تي كاري إذا كل هذا يعبروا لي على أن الحركة تاعي حركة مستقيمة متسارعة بانتظام معنى هذا ذلك بدينا بالأ ثالث لاحظوا ملي بدينا أ تساوي كا تساوي ثالث والمسار مستقيم باش نلقى السرعة السرعة راح تكون هنا يساوي جي عفوا يساوي جي وجي طبعا ثالث والسرعة مادام التسارع ثالث السرعة راح تكون من الدرجة الأولى يعني كيش تقصر عن التسارع نقول أن أ يساوي ثالث ويساوي دي بي على دي تي هنا كي نحبوا نديروا التكامل نقولوا دي بي يساوي أ في دي تي بالتكامل نجد في ألو لا أ هي جي جي ألو مادام المشتقة على ثالث الدالة اللي جات منها الدالة الأصلية ستكون منها الدرجة الأولى إذا أ ولا جاذبية هي المشتقة تاع السرعة ومنه بالتكامل السرعة ستكون دالة من الدرجة الأولى هذه في تاعنا بالتي لما تي يساوي صفر في صفر راح يساوي كا إذا كا هذه ليست إلا السرعة الابتدائية
والسرعه الابتدائيه في التمرين تاعنا راهي معدومه. دابا ولذلك نتحصلوا على المنحنى مره اخرى باش نلقى زاد نقول في هو دي زاد على دي تي بالتكامل نجد ان زاد يساوي 1 على 2 جي تي. الو ملاحظه سريعه لنا في التمرين الجانبي حادل من حجر. في التمرين الجانبي انتبهوا لحاجه، فعلا المنحنى تاع زاد اللي درت عباره عن منحنى كما قطع او جزء من قطع مكعب، لكن في الاعمال الاخباريه هذا المنحنى ما استعملوش بزاف، استعملوا هذا في الاعمال الاخباريه ممكن جدا نلقاو تمرين زاد بدلاله تي مربع. انا العباره تاعي بزاف 1 على 2 جي تي مربع. لما يكون المتغير تي راح نلقاو جزء من قطع مكعب، بصح لما يكون المتغير تي مربع راح تلقاو مستقيم يمر من المبدا والميل تاعو، الميل ليس الا 1 على 2 جي. لو يطلب منا حساب الميل، ها الميل تسمى لنا اللي هو تسمى طونجون ضربة ونسميها أقريب هكا، هذا الميل ليس إلا 1 على 2 جي، هو الميل تاعنا سأسميها الميل، ونبداو جي يساوي ضعف الميل. هذه الملاحظة اللي حابب نديرها معكم الآن. الآن نحاول نعرفوا واش دار الميل، هذا الجانب جي. نعرفوا الآن التعريف سقط. التعريف طبعا يقول فيزيائيين نقول عن جسم صلب انه يسقط سقوطا حرا اذا كان يخضع لقوة واحدة اللي هي ثقله فقط. دونك السقوط الحر هو سقوط جسم تحت تأثير قوة واحدة، ما كان دافع خبيث ولا مقدر. يتحقق السقوط الحر طبعا في ثلاثة، وهنا نذكر تجربة نيوتن. نيوتن كي دار تجربة تاع السقوط الحر دارها في أنبوب مفرغ من الهواء. طبعا كي عود ما كانش هواء ما كانش مقاومة الهواء وما كانش دافع تاع الخبيث، لأن دافع تاع الخبيث تكون في الهواء ولا في الغازات الصفراء ولا في السوائل. مادام الهواء ما كانش تجربة في أنبوب مفرغ من الهواء دافع تاع الخبيث ما كانش، ومادام ما كانش هواء ما كانش اتكال، تبقى القوة الوحيدة هي التكال. ثانيا ان حركه السقوط الحر لجسم دون سرعه ابتدائيه، لما تقول جسم يسقط دون سرعه ابتدائيه سقوطا حرا يعني في الكهرباء او في الهواء بشروط، هي حركه شاطئيه متسارعه بانتظام. دونك نعرف بلي السقوط الحر تاعي راهو حركه مستقيمه متسارعه بانتظام، نستدل عليها هنا هاو ثقل هو القوه الوحيده بي زيرو 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 نعتبرو يساوي صفر. كي نطبقو قوانين نيوتن مجموع القوى يساوي ضدها في التسارع، طبعا في مرجع سطحي او نعتبرو غالبي القوة الوحيدة هي بي، بي يساوي ان ا و بي شنو هو ان جي، معناها ان جي نعم تبعنا ان جي يساوي ان ا. كي نختزل منهم نلقى بلي التسارع هو تسارع جاذبية، دونك الحامل شاطئي من جهة نحو الأسفل والسرعة هي بوسطة أ يساوي ثالث أ واجع نفس الحامل نفس الجهة، دونك نجد أ و ب موجب أو نقول أن أ و ب هما نفس الإشارة. إذن الحركة المستقيمة متسارعة بانتظام، أنا كتبت متغيرة فقط حتى نرص جي واحد، بما أن أ تساوي جي فهو موجب، وفي كتبت أنا موجب، إذا نفس الإشارة، دونك حركة مستقيمة متسارعة بانتظام، ونديرو أ فار جي، جي فار عفوا، أكبر من صفر، إذا الحركة مستقيمة متسارعة بانتظام. طب ما هي المعادلات تاع السقوط الحر؟ هذا السقوط الحر دون سرعة ابتدائية. المعادلات للسقوط الحر معادلة الفواصل أو الترتيب زاد تساوي 1 على 2 جي تي كا.
هاني صوت هذا زاد بدل التي كاري دي مستقيم. اما زاد بدل التي زاد بدل التي هاي زاد واو تي جيكيب وزاد بدل التي مربع راهي مستقيم. هذه قاعده نلقاها في الاعمال الائتمان الجيد. طب بالاشتقاق في يساوي جي تي. هذه العباره في بدل التي مستقيم يعني مربع. والعلاقه الثالثه اللي هي عرفناها في الدرس اللي عدى في مربع ناقص في مربع في مربع يساوي 2 ا في زاد ناقص زاد صفر. هذه علاقه السرعه بدلات زاد مستقل عن الزمن. هذه اليوم في التمرين تاعنا في يساوي صفر زاد عفوا في يساوي صفر زاد صفر يساوي صفر صبحنا في مربع يساوي 2 والتسارع زاد هاي العبارة تسارع الشيء هذا البركز. إذا هادو بعض القوانين عفوا أو في صفر يساوي صفر زاد صفر يساوي صفر في موجب أ موجب أجهزة أكبر من الصفر. ألو لو فرضنا الزوج يكون نحو الأعلى طبعا حتى تكون هنا ناقص 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 ستكون في سالبة و أ سالبة سجدة موجبة ومن الحركة مستقيمة متسارعة دوما بالتلا. ألو متى نعتبر حركة جسم في الهواء راهو سقوط حر؟ دونك حنا قلنا السقوط الحر هذا يصير في الفلك يعني من حين الهواء وضد الهواء. في التمارين تاع البكالوريا نطلبوا منكم متى يمكن نعتبروا ان سقوط كرة في الهواء هي سقوط حر يعني له دافع تخاني سوى مضاد للهواء. دونك هو شنو طبعا لنا عندنا هذا لن يكون الا اذا هملنا عندنا نهمل كل من تحتكر مع الهواء وطبعا دافعات الخمس. لكن السؤال مطروح وكيفاش نهملوا الاف واك ولهذا يجب ان تتوفر بعض الشروط. شكون هما الشروط؟ اولا باش نقدروا نعتبروا بلي السقوط راهو سقوط حر في الهواء يجب ان يكون شكل الجسم انسيابي. انسيابي يعني يحتوي في الهواء ايروديناميك مثل سقوط رصاصة كان معها لا حركة رصاصة على سبيل الشكل انسيابي. أو نقدر نعتبروا كرة صغيرة أبعادها صغيرة من أجل ارتفاعات صغيرة من أجل ارتفاعات صغيرة وكرة صغيرة نقدر نعتبرها على شكل انسيابي. إما أن يكون شكل الجسم انسيابي حلل وأن تكون ارتفاعات لا تتجاوز بعض الامتار ما نقدرش ندير تجربه ديال السكوره نرميها من قطره السبيطار ونسدها من ثم لتحت ونقول راهو سقوط حر. لا لازم بعض الامتار نقدر نديرها في المخبر هنا مثلا. ثم ان يكون للجسم كثافه عاليه هذه هنا بالشكل الانسيابي باش هملنا الف هذه منها. اما باش نعملو بي يجب ان يكون للجسم كثافه عاليه يعني لازم الكتله العجبيه تاعو تكون اكبر من الكتله العجبيه تاع الهواء وهذه ما تصرف لا الا اذا اخترنا زعما كره حديديه. الكره الحديديه روتها كبير وروتها الهواء صغير ومنه كي اسمه بي على بي بي على بي بين روتها الهواء في بي في جي والبي هو الخلفه الكريه هو روتها الجسم تاع الكوريا في فيليبس الحجم الجاذبية كي تعود رو تاع الهواء 1.3 وتعود رو تاع الكوريا الحديدية 400 كيلوغرام على المتر كيل ولا 1.3 غرام كيلوغرام على المتر كيل. هذه راح تكون مقدار صغير جدا ومنه يمكن إهمال في أمان بي. نقول أن دافعة الخميس مهملة. الآن نظرا لأن الوقت المتاح لي انتهى دونك ما نقدرش نناقش معكم التمرين هذا، راح نبداو في الدار تخدموا خدموا عليكم التمرين
على السلطة الحر، حاول بقدر الإمكان تخدمه، والحصة إن شاء الله الجاية ندير الحل تاعنا معاكم. تمام، باي باي، السلام عليكم.